هلأ بفقرة سبورت خلينا نشوف شو القصة الرياضية اللي حابين أنه نشارككم فيها، وهي ريال مدريد بالطبع. هذا رئيس. مرحبا، كون جزء من المليون مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطة على زر الاشتراك في القناة، ولحظة لحظة لا تنسى تفعل الجرس كمان. هدر اسم ريال مدريد منصات التواصل العالمية بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه بالنهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي للفريقين. فأرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالسعودية. خلال المباراة تألق اللاعب فالفيردي، ولأنه بالدقائق الأخيرة من المباراة اشتعل ديربي الفريقين بشدة، ليقوم فالفيردي بعرقلة أحد لاعبي أتلتيكو مدريد ويتلقى للأسف بطاقة حمراء ويطرد خارج المباراة. ولكن هالشي ما أثر على داء لاعبي الريال، بل زاد من روح التحدي ليحصلوا على اللقب الأخير. فوز الريال وطرد فالفيردي أثار تفاعل واسع من قبل مشجعي الفريق على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وكانت أبرز التعليقات حول هالموضوع من ريال لما مدريد يلي علق وقال شكرا لعودتك يا زيدان. وايضا كمان خلينا نشوف التعليق الثاني من ايضا كاسا فوردي دودي، قال اثبت ريال مدريد مره اخرى بلا شك انه افضل نادي في برشلونه. اما ايضا كمان خلينا نشوف التعليق الثالث من باتوريا اللي قال عندما تعطيك الحياه فالفيردي اجعلها فيدريكو لا انستو، شكرا لاهم بطاقه حمراء في التاريخ. هاي كانت أبرز التعليقات حول الموضوع الرياضي لليوم. خلينا هلأ قبل ما نختم حلقتنا نشوف أهم الهاشتاج المتداول على منصات التواصل وخاصة على تويتر، وأول هاشتاج معنا هو هاشتاج 1917. صدر وسم فيلم 1917 منصات التواصل العالمية بعد ما تصدر الفيلم إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محقق حوالي 36 مليون دولار. أما الهاشتاج الثاني فهو هاشتاج أوسكار. أيضا وسم أوسكار كان ترند على منصات التواصل بعد الكشف عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020، وتالتا عنا هاشتاج الفلبين. هدر وسم الفلبين منصات التواصل بعد تداول مغردين صور ومقاطع فيديو لثوران بركان تال اللي عم بيهدد الآلاف من السكان. وأخيرا عنا هاشتاج أسبوع أبو ظبي للاستدامة. صدر هالوسم منصات التواصل عندما انطلقت فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وعدد من قادة الدول ورؤساء الوفود والضيوف، رح تستمر فعاليته حتى 18 من الشهر الجاري. هي كانت مشاهدينا أهم الأخبار لليوم، أهم الترند. موعدنا إن شاء الله بجدد بكرة أكيد بأخبار جديدة وتطورات جديدة إذا في على المواضيع اللي عاملة جدل على منصات التواصل. أنا سلازم أودعكم، لقيكم بكرة على ألف خير. باي باي. مرحبا، كون جزء من المليون مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطة على زر الاشتراك في القناة، ولحظة لحظة لا تنسى تفعل الجرس كمان.